اليوم ان شاء الله محاضرة اليوم راح نبلش باول تشابتر من الكور سبجكتس اللي في المادة اللي هي الروتس اوف ايكويشنز. بالتالي يوم نحكي عن روت فايندينج بروبلمز، شو يعني؟ اوكي يا شيماء، root finding problems يعني بدنا ضروري ان نوجد we are interested in finding a root x of certain non-linear function f اللي بكون معطى عن لي اللي هو هون f of x is equal to 0. يعني عندي function اوكي اللي هو f، وهذا function بيعتمد على ال x و we want to equate this function to 0. بمعنى آخر we want to find the values of x that satisfy this equation. فبالتالي هذا هو المقصود بالroot finding. وبالتالي الroots of this equation اللي هي هاي اللي احنا بنسميها zeros of the function f. اوكي يا شيماء، ولاحظ عندي هون احنا عندنا الفانكشن اللي بدنا نتعامل فيه في معظم التشابتر هو single function of single variable. بآخر التشابتر راح نتعامل مع multiple functions of multiple variables. بآخر التشابتر راح نغطي موضوع multiple functions of multiple variables، وبالتالي راح يكون في another format. بس هسه كل majority of this chapter is related to single function f of single variable زي ما مر معنا في اللي هي الايرور بروباجيشن. اخذنا حاله السنجل فانكشن اوف سنجل فاريبل وفانكشن اوف مالتيبل فاريبلز. بالتالي احنا هون يا نشامه يوم نفترض الروتس اوف اني فانكشن يوم بدنا نوجدهم، في عندي مجموعه من الاسامبشنز او تو اسامبشنز اوكي اللي راح نحدد حالنا فيهم ضمن الماده او الكورس اللي بين ايدينا. انه نفترض انه الروتس اللي عندنا they are real roots. الكومبلكس روتس مش راح نغطيها عشانها لها تريتمنت معقد شوي، يعني اكثر تعقيدا من اللي هي الريال روتس، وبالتالي الكومبلكس روت مش راح نغطيها، راح يكون we will restrict ourselves حسب اللي هي الاسامبشنز هذول على ايش؟ على الريال روتس بس. هذا اول اسامبشن. الاسامبشن الثاني يا نشامه انه بعض المرات ممكن يكون الفانكشن f of x اوكي له مور ذان 1 روت اوكي يا نشامه. بالتالي احنا هون وي ار انترستد ان اونلي فايندينج 1 روت، ولا ننسى انه حكينا ريال روت، وبالتالي كل شغلنا مبني على اونلي 1 ريال روت. الحاله الثانيه انه نحسب كل الروتس لكل الفانكشن لاي فانكشن، هذا برضه مش راح نغطي. اوكي بالتالي عندنا تو اسامبشنز بدك تكون عارفهم انه ضمن التشابتر اللي بين ايدينا. اوكي يا نشامه، احنا راح نتعامل بس بالريال روتس، الكومبلكس روتس مش راح نغطيها، وضمن الروتس اللي بدنا نوجدها الهدف تبعنا انه نوجد 1 روت ضمن سيجمنت او اريا معينه. اما ان نوجد كل الروتس للفانكشن هاي مش راح نغطيها. طيب هسه يا نشامه الروت فايندنج ان نوجد الروت لاي فانكشن ممكن نستخدم شيء اسمه الفيجوال انسبكشن اوف ذا فانكشنز بلوت. يعني يجي نرسم الفانكشن اف فيرسس اكس ونيجي نتفرج على مين؟ على نقطة التقاطع بين الفانكشن والإكس أكسس. وبالتالي نقطة التقاطع بين الفانكشن يوم نيجي نرسم الفانكشن فيرتيكال أكسس مع الإكس أكسس، نقطة التقاطع اللي بيقطع فيها الفانكشن الإكس أكسس هاي هي الفاليوز أوف إكس ذات ساتسفاي الروتس. وبالتالي هاي الطريقة اللي هي جرافيكال بلوت
من خلال الفيجوال انسبكشن تعطيني معلومات اوليه رف ابروكسيميشن اباوت ذا روت اوف اف اوف اكس ايكوال تو زيرو، بس هل بتعطيني فيري جود اكيورسي؟ لا، تعطيني هي عباره عن سمبل بات اللي هي ات هاز ا فيري بور اكيورسي، يعني اكثر من 1 ديسيمال بوينت ما بتقدر تحدد. اوكي ان شاء الله، بالتالي بتعاني الطريقه هاي اللي هي الفيجوال انسبكشن اوف ذا فانكشنز بلوت تعاني من البور اكيورسي. بالتالي اذا احتجنا لانه نوجد روتس وذ هاير اكيورسي 10 تو باور ماينس 6 وماينس 9 وماينس 12، ما حدا عيونه زي الصقر زي ما حكيت في المحاضرات الماضيه. اوكي نشامه بيقدر يطلع ايش؟ بيقدر بس يتفرج على الرسمه يقول لك مبين الروت تبعها 1.5678910، ويحط من هالجذب هذا ديجيتس من راسه. اوكي يا نشامه، وبالتالي هذا اللي هي ممكن نستخدم الطريقه هاي الفيجوال انسبكشن عن طريق نرسم الفانكشن حتى نعرف وين رف استيميت، وين مواقع الروتس للفانكشن. طيب راح نغطي ضمن الشابتر الحالي مجموعتين من نيوميريكال ميثودز، تو كاتيجوريز اوف نيوميريكال ميثودز اللي بتحلل لي الروتس اوف ا فانكشن. اول مجموعه من الميثودز بسموها البراكيتنج ميثودز. اوكي نشامه، طبعا الميثودز تبعت حل الروتس اوف نون لينير فانكشن. اوكي نشامه، راح نغطيها في الشابتر اللي بين ايدينا كلها، راح تكون عباره عن ايتريتيف ميثودز، كلها عباره عن ايتريتيف ميثودز. وكونها ايتريتيف زي ما حكينا في الشابتر السابق، عادة انشام الايتريتف ميثودز ببلشن بايش؟ بانيشال جس حكيناها، وبعدين بالبادي تبع الالجوريثم، وبعدين في الكونفيرجنس. هاي خطوات الايتريتف ميثود، بتبلش بانيشال جس في البدايه اللي هي حل اولي، بعدين بتروح للبادي اوف ذا الجوريثم وبظل يعيد ويزيد حتى يصل لكونفيرجنس تيرمينيشن كونديشن، وهذا الحكي ناقشناه ودفناه، واللي مش متذكره يرجع للمحاضرات الله لا يقيمه. اوكي نشامه، بالتالي هاي نشامه البراكيتنج ميثودز اسمها براكيتنج، يعني براكيتنج انه الانيشال جس اللي عندي ذي شود براكيت. شو يعني براكيت؟ يعني كونتين. شو يعني كونتين؟ يعني يحتوي الروت. وبالتالي كونها they should bracket أو contain the root يا نشامة، معناته أنا بحكي عن إيش؟ أنا بحكي هل يوم بدك مثلا واحد منكم عبارة عن إيش يا نشامة؟ يعمل containment أوكي يا نشامة لصاحبه، يجي بده يمسكه، هل بيقدر يمسكه إذا كان عبارة عن هذاك زميله very fast speed من جهه واحده، ولا لازم اثنين يحاوطوه حتى يعملوا له مسك؟ بالتالي هاي هي المقصود في البراكيتنج ميثود. البراكيتنج ميثود باخذ قص على يمين الروت وباخذ قص على يسار الروت، حيث انه يكون الروت براكيتد، يعني براكيتد يعني كونتين، يعني ضمن الانترفال اللي عندنا. وبالتالي الانترفال اللي عندنا الانيشال قصز بيكون واحد على يمين الروت وواحد على يسار الروت، وبالتالي الروت is contained أو bracketed within the اللي هي القصص اللي عندنا. بالتالي هليه عشان هيك إجا اسمها اللي هي bracketing methods. بالتالي bracketing methods they should contain the root أو bracket the root. شو يعني bracket؟ يعني لازم يكون في عندي initial guess على يمين الروت وinitial guess على أو guess على يسار الروت. وبالتالي كونه في عندي يمين ويسار معناته how many initial guesses لازم يكون عندي؟ واحد بينفع؟ اثنين دكتور. ايوه، معناته كونه في عندي واحد على اليسار واحد على اليمين معناته بتبلش ب two initial guesses، واثناء الايتريشن لازم يظل عندي اثنين، واحد يمين واحد يسار. اوكي، بالتالي انا ببلش يا نشامه بانترفال كبيره وبظني احاصر الروت واصغر الانترفال، هاي مبداها. ببلش بانترفال كبيرة وبظني احاصر الروت واصغر الانترفال،
حتى اصل للكونفيرجنس سبيد اللي بدي اياها او للكونفيرجنس كونديشن اللي بدي اياها. وبالتالي شو مكتوب عندك هون؟ يوم يعمل البراكتنج they systematically reduce the width of the brackets او الانترفال. بالتالي بتظل تضيقها على الروت وتظل تحاصره من هون، تحاصره من اليمين، تحاصره من اليسار، وتضيق الانترفال حتى تحصل للكونفيرجنس كونديشن اللي بدك اياها. وبالتالي الانترفال ويدث هذا قاعد بصغر. طيب كون الانترفال ويدث يا نشامه قاعد بصغر، لو قلنا يا نشامة عندنا الفانكشن هذا الاكس وهذا مين؟ الاف اوف اكس. بالتالي احنا قلنا اول طريقه واسهل طريقه اللي ما بنستخدمهاش اللي لها بور اكيورسي انه نيجي نرسم الرسمه هاي ونحدد موقع الروت. وين الروت؟ هي. بالتالي جرافيكالي وي كانت exactly او give very high accuracy للجرافيكال ميثود عشان ممكن تعطيك مثلا تقول عباره عن هذا مثلا الفاليو 1.4 1.45 بناء على مين؟ بناء على المينيمم سكيل ريدنج اللي عندك للجراف هاي، وهذا حكي ناقشناه في الشابتر الماضي. متذكرين الحكي هذا ولا لا؟ متذكرينه يا نشامه؟ يوم اخذنا الانالوج ديفايسز والديجيتال ديفايسز. دكتور بالتالي مثلا لو كان عندي هون فرضا 1.3 اللي بعديها 1.4 اللي بعديها مثلا 1.5، بالتالي انا ال 100% صح انه عندي 1.4 بين ال 1.4 وال 1.5 مضبوط، هذول التو ديجيتس دي ار اكيوريت. وين بلعب على الخانه فيها ايرور هاي؟ بالتالي اي واحد ممكن واحد منكم يقول 1.46 بنقول له معك حق، واحد يقول 1.44 نقول له معك حق، شو انه المينيمم سكيل ريدنج هون قديش؟ 0.1. بالتالي لحد التنث ال 1/10 ديجيت مضبوط. بالتالي هاي الجرافيكال ميثود صح. طيب هسه يا نشامه لو بعدنا عن الجرافيكال ميثود اوكي وجينا بلشنا في البراكتنج ميثودز، لو قلنا هاي مثلا المنطقه 10 هاي النقطه 10 وهاي النقطه مثلا 0 فرضناها. بالتالي هل ضمن الانترفال هاي الروت از كونتيند او براكتد ولا لا؟ هاي الانيشال قس الاول وهاي الانيشال قس الثاني. ركز الدكتور. هل الروت كونتين ضمن الانترفال هاي؟ هل هو بين الزيرو مثلا والتن موجود الروت اللي هو هذا هو صح؟ وبالتالي يا نشامه ضمن الانترفال هاي الروت از براكتنج، معناته اوكي هذا ببلش بالانيشال قس هيك. بعدين واحده من الميثودز راح تمر معنا بعد شوي اسمها البايسكشن. شو يعني البايسكشن؟ البايسكشن بتعمل على تنصيص halving of the period of the interval. بالتالي عندي انا عند 10 والصفر مين المنطقه اللي بالنص؟ النقطه اللي بالنص 5 بالنص 5. بالتالي باجي بعمل لها halving وبعدين بعد ما اعمل لها halving بشوف هل الروت از براكتد within الانترفال الرايت انترفال ولا الليفت انترفال؟ شو رايكم يا شامه؟ الليفت انترفال. الليفت. طيب بعدين بصير ماي نيو انترفال، بصير ماي نيو انترفال للنكست ايتريشن اللي هي هاي، اللي هي هاي الانترفال اللي انا شغال عليها، باجي بقسمها للنص، شو بتطلع هون النقطه؟ 2.5. بالتالي مين الانترفال الروت فيها عباره عن ايش موجود؟
اللي هي هاي صح. وبالتالي بصير هاي ماي نيكست انترفال، باجي بقسمها شو بتطلع النقطة اللي بالنص؟ صح، اللي هي هاي زائد هاي على اثنين، الرايت زائد الليفت على اثنين، بالتالي هاي بتطلع 3.75. اوكي نشامة. وبالتالي بظني اقسم اطلع تو سب انترفلز ان جنرال في البراكتنج ميثودز، من كل انترفل بقسمها بطريقه معينه وبطلع تو سب انترفلز، وبعدين بتفرج وين ايش او ماثيماتيكلي بحدد وين الانترفل او السب انترفل اللي بتحتوي على الروت، وباخذ هاي السب انترفل تو بي ماي نيكست انترفل تو بي ديفايدد، وبظني اقسم وحاصر اقسم وحاصر حتى اصل للكونفيرجنس كونديشن اللي بدي اياه. اي سؤال يا نشامة؟ اي سؤال يا شباب؟ بالتالي البراكتنج ميثودز لازم دائما ابلش برايت وموست تو انيشال جيسز ذات براكت ذا روت، وظني اقسم ات ايتش ايتريشن اي انترفل بقسمها لثنتين رايت وليفت، وبعدين ضمن الرايت والليفت بتفرج الروت وين كونتين، هل هو بالرايت ولا بالليفت، باخذ الانترفل اللي فيها ايش؟ اللي فيها الروت از كونتيند، يعني الروت موجود، وبرد هذيك الانترفل او السب انترفل بطبق عليها نفس البروسيس بقسمها وبصير عندي ثنتين، وبالتالي دائما بصير في عندي ايش؟ بصير في عندي مع زياده الايتريشنز احنا قاعدين بنحاصرها للروت او بنحاصر الروت او بنضيقها بوجه الروت صح. وبالتالي هاي يا نشامة الطريقه هاي يقول لك systematically reduce the width of the bracket. طيب انا اذا متذكرين يا نشامة متذكرين شو هن الثري كاركترستكس تبعات اي نيوميريكال الجوريثم؟ ناقشناها في الشابتر الماضي الله يرحمه. حكينا عن 3 كاركترستكس لاي نيوميريكال الجوريثم. اوكي تفضل يا شهد. دكتور اللي هم البريسيجن والاكيورسي والكونفرجن سبيد والروبستنس. ايوه منسق عمر نقطها علامه. اوكي نشامه بالتالي احنا عندنا هون هذول هن الثلاثه كونفرجنس سبيد والاكيورسي والروبستنس. انا يا شباب هاي الطريقه كونه دائما بحاصر الروت، هل دائما انا الروت دائما عندي بالصف انترفل اذا كنت شغال صح، هل الروت از اولويز كونتيند؟ اكيد الروت از اولويز كونتيند، وبالتالي هل دائما الكونفيرجنس از جارانتيد؟ يعني هل الطريقه هاي دائما تعمل كونفيرجنس؟ احنا الطرق قلنا ممكن تعمل كونفيرجنس وممكن تعمل دايفيرجنس ان جنرال، بالتالي كوني انا قاعد بحاصر الروت وحاشر الروت، هل دائما الطريقه هاي او مجموعه الطرق هاي تحتوي لي الروت وبالتالي الكونفيرجنس از اولويز جارانتيد؟ كونفيرجنس از اولويز جارانتيد، بس شو مشكلتها؟ انه في عندها سلو كونفيرجنس سبيد يعني بطيئه، بالتالي هاي بتعطيني ضمانات انه ايش؟ انه الكونفيرجنس انا حاطه في الجيبه كمبدا انه دائما انا اي ويل كونفيرج، بس شو مشكلتها؟ انها بطيئه كثير بتعل، وبالتالي يا نشامه هاي عباره عن اللي هي مجموعه البراكتنج ميثودز. طيب هسه لو كان عندي function f of x وهذا function of f of x جيت انا بلشت بالانترفال initial interval initial guesses مثلا عرفته على الفتره بين a و b، بالتالي شو ال convergence condition لا اللي هي ايش؟ لا كل الميثودز هاي ال convergence condition بقول لك f of a اللي هي lift مثلا و f of b they should have opposite sign صح.
شو معنات البراكتينج أو الكونتينمنت أوف ذا روت؟ هذا حكي عرب. يوم بدنا نترجم الحكي العرب هذا لماثماتكس معناته الساين تبعت الليفت الفانكشن فاليو عند الليفت انترفال والفانكشن فاليو عند الرايت انترفال شو لازم يكون؟ لازم يكون الهن اشارات مختلفه صح. وبالتالي لاحظ يوم جينا اخذنا اول سب انترفال هون هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف، بعدين قسمناها اخذنا هاي هذا عباره عن نيجاتيف اللي هون قيمه الفانكشن هون نيجاتيف قيمه الفانكشن اللي عند الخمسه هاي اللي هي نيجاتيف هيها وقيمه الفانكشن اللي عند الزيرو ستيل بوزيتيف بالتالي هاي فيها ساين تشينج. طيب اللي عند اللي بعديها 2.5 هيها عند 2.5 ستيل بوزيتيف وهاي ستيل ايش نيجاتيف. اجينا اخذنا هاي البوينت هاي البوينت قيمه الفانكشن اللي عندها ايش بوزيتيف بالتالي عند اي انترفال لو عرفنا الاكس ليفت اللي هي الجهه على اليسار والاكس يو اللي هي القس اللي على اليمين هل لازم يكون معناته ماثيماتيكالي اف اوف اكس ال حاصل ضرب في اف اوف اكس يو هل لازم يكون دائما اقل من صفر؟ شو رايكم يا نشامه؟ دكتور هذا ركزوا معي احنا قاعدين نمشي معك جرافيكالي وبعيونك وفيجوالي بتقول بدي حاصر يعني بدي الروت يكون موجود الروت يكون موجود هذا ما بتزبط تخلي الكمبيوتر يشتغل لك بعيونك بدك تترجمها ماثيماتيكالي ماثيماتيكالي قلنا لازم الرايت والليفت يكون فيهن ساين تشينج. طيب فهمنا ساين تشينج يعني واحده قيمه الفانكشن عندها بوزيتيف والثانيه قيمه الفانكشن عندها نيجاتيف. طيب اذا كانت واحده بوزيتيف وواحده نيجاتيف يوم اضربهم ببعض يوم اضربهم ببعض يا نشامه هل راح يطلع عندي واحده بوزيتيف وواحده نيجاتيف؟ يوم اضربهم ببعض هل لازم دائما يكون الفاليو يوم اضربهم ببعض تكون ليس ذان زيرو يعني نيجاتيف ولا لا يا شباب؟ دكتور نيجاتيف. طب لو طلعت بوزيتيف شو الاحتمالات؟ لو طلعت بوزيتيف منين تيجي البوزيتيف؟ يا اما يكون الليفت بوزيتيف والرايت شو؟ كمان بوزيتيف كمان بوزيتيف او الحاله الثانيه نيجاتيف 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 بالتالي بالحاله هاي هل الروت كونتيند؟ لا بس اذا كان الحالتين اللي بكون فيها النيجاتيف شيء انه تكون واحده بوزيتيف والثانيه نيجاتيف الترتيب هذا او العكس صح؟ دكتور على السؤال تفضل. طب بلكي الفانكشن كان اكس تربيع طب هيك بكون الثنتين بوزيتيف. ركز معي شو احنا حكينا الفرضيات شو حكينا فرضيات ببدايه المحاضره هاي هون صح صح الها يعني الها احنا مفترضين هون انه احنا بدنا نحصل على ون روت ون روت ون ترو روت بالتالي هون يا نشام مفترضين قلنا انه ون ريال روت كومبلكس روتس مش لا ومور ذان ون روت انت اللي بتحكي عنه بيكون تو روت صح خلص صح صح مزبوط بالتالي احنا هون بقول لك بدك الانيشال جس لازم بالانيشال جس يكون في عندك ساين تشينج بالتالي انت انا بسلمك الفانكشن وهو في ساين تشينج وضحت وبالتالي كونه في ساين تشينج معناته الروت از اولويز كونتين فبالتالي اذا انت عندك اي فانكشن يا اما بترسمه وبتحدد وين الروت جرافيكالي فيجوالي او ضمن الالجوريثم اللي انت بتسويه بتسوي سيرتن بروسيس بناء على القاعده هاي او اللي حكيته هون او الاشي اللي حكيته هون اللي هي هاي بصير تفترض راندوم اكس ال وراندوم اكس يو بالالجوريثم تبعك وتظل تعمل راندوم جينيريشن لاكس يو اكس ال حتى تحقق الكونديشن هذا واضح؟
بالتالي انا حتى ابلش، ركزوا معي نشامه، حتى ابلش الالجوريثم هذا كل البراكتنج ميثودز عندي حالتين حتى ابلش، حتى اقول بسم الله. اول حاله شو هي؟ اني اجي ارسم الفانكشن جرافيكالي واتفرج فيجوال واقول وين المنطقه الروت كونتين فيها، هاي حل. حل ثاني انه اجي الالجوريثم تبعي اللي بدي ابنيه اجي ابلش فيه، قبل ما ابلش في الالجوريثم اجي افترض راندوم فاليوز اوف اكس ال وراندوم فاليوز اوف اكس يو، وبعدين اوجد لكل راندوم فاليو الاف تبعتها، وبعدين اضربهن ببعض واشوف متى الكونديشن بصير اقل من صفر، واقول يلا بس احدد هاي النقطه، بقول له يلا بلش يا الجوريثم عشان حاصرنا لك الالجوريثم، حاصرنا لك الروت وامورك تمام والكونديشن تبعك تبع الستارتنج تحقق. واضح؟ مين اللي سال؟ انا سالت. اه تمام دكتور. واضح يا هشام ولا لا؟ اي سؤال لغايه الان؟ بالتالي هون انت حتى تبلش وتحاصر الالجوريثم وتحاصر سوري الروت، يا اما بترسمه وجرافيكالي وفيجوالي بتحدده، يا اما الالجوريثم تبعك بيكون سمارت بتظل تولد فاليوز تو فاليوز راندوم، وتظلك توجد الفانكشن هون والفانكشن هون تضربهم ببعض، مجرد ما صار نيجاتيف معناته شو؟ بيكون حاصرت الروت بهذول التو انيشال جيسز، وهذول الفاليوز هن بتعتبر هن الانيشال جيسز تبعاتك. وضحت؟ واضح يا نشامة؟ اي سؤال؟ طيب هسه يا نشامة احنا حكينا انه اول مجموعة من الطرق اللي هي البراكتنج، البراكتنج تاخذ تو انيشال جيسز، وهاي حسنتها انه اولويز كونفيرج عشان انا قاعد دائما الروت كونتين، ومشكلتها انه سلو كونفيرجنس سبيد، وهاي شو بتتطلب حتى نعمل كونفيرجنس؟ انه لازم دائما يكون في عندي ساين تشينج على اللور ليميت والابر ليميت. طيب الكاتيجوري الثاني اسمها الاوبن ميثودز، الاوبن ميثودز هذول حسنتهم انه they are much faster than البراكتنج ميثودز. والاوبن ميثودز ما بتتطلب عمليه البراكتنج، يعني بمعنى اخر هل تتطلب جنرالي تو انيشال جيسز او اتس ا ماست تو بروفايد تو انيشال جيسز ويكون التو انيشال جيسز براكتنج ذا روتس؟ لا، في بعض منهم بتطلب 1 انيشال جيس واثنين، والنوع الثاني منهم بتطلب تو انيشال جيسز، بس الحاله اللي بتتطلب تو انيشال جيسز ما بتتطلب عملية ايش؟ المحاصرة او البراكتنج، ممكن يكون التو انيشال جيسز على اليمين الروت او ممكن يكون التو انيشال جيسز على يساره. طيب احنا قلنا هاي الميثودز الاوبن ميثودز ما بتتطلب عملية البراكتنج، حسنتهم وافضل شيء فيهم انه they are much faster in convergence speed. بس مشكلتهم انه ايش؟ اللي هي هاي، انه ممكن يعمل لك كونفيرجنس وممكن يعمل لك ايش؟ دايفيرجنس، يعني ممكن يعطي لك حل او ممكن السيستم يعيد، ممكن ما يعطي لك حل. واضح يا نشامه؟ بالتالي لاحظ احنا يوم حكينا عن الثري كاركترستكس تبعت اي نيوماريكال الجوريثم، قلنا لك من الحالات النادرة كثير انه ايش؟ انه ايش يا نشام؟ احنا حكينا accuracy speed و robustness، قلنا لك هذول هن الثري كاركترستكس تبعات اي numerical algorithm، وبنهايتها قلنا يا نشام ملاحظة، شو الملاحظة اللي حكيناها؟ انه دكتور لا يمكن يجتمع الثلاث مع بعض، يعني كبير اكثر شيء ثنتين ممكن يكونوا مع بعض. ايوه مين الحكى؟ مش شايف عندي شيء. محمد بحيلان ارفع ايدك.
محمد محيلة منسق نقطة علامة. تمام دكتور. أوكي بالتالي نشام إحنا هون الثلاثة حالات نادرة جدا إنه الثلاثة يجتمعن، إنه تلاقي واحدة أكيوريت وفاست وروبست. بالتالي ممكن يجتمعن ثنتين أو واحدة. وبالتالي لاحظ هون هذا الحكي ببين معنى في الميثودز هاي. مجموعة البراكتنج ميثودز حسناتها always converge. يعني بمعنى آخر على الكاتيجوريز اللي بتطبق عليها it's robust. بس شو مشكلتها slow convergence speed. بينما الopen methods حسناتها الرئيسية انه fast convergence speed مرتبة. بس هذا الحكي مش دائما تعمل لك convergence وبالتالي it's not robust. ممكن تعمل لك كونفيرجنس او نون كونفيرجنس. طيب هسه يا مشان حكينا في الشابتر الماضي عن التيرمينيشن كونديشنز. كل الروت فايندنج الجوريثمز عاده نستخدم فيها ون اور مور اوف ذا تيرمينيشن كونديشنز. اول حاله هاي ناقشناها بالشابتر الماضي ابسلون تي، الحاله الثانيه ابسلون اي، والحاله الثالثه هاي اللي هي الاخيره اي اكبر من اي ماكس. متذكرينها؟ متى بنستخدمها؟ متى بنستخدم الاي اكبر من اي ماكس؟ شو رايك يا جماعة؟ والله شكلكم انتم متابعين معايا. محمد تفضل. عشان ما تصير ندخل ما ندخل بالانفينيتي دكتور. ايوه يعني عباره عن احنا صنفنا التيرمينيشن كونديشنز لتو كاتيجوريز. أول كاتيجوري شو كانت يا محمد؟ صنفنا التيرمينيشن كونديشنز لنوعين. الراوند اوف الايرورز طلع؟ لا 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 لا، صنفناهن التيرمينيشن كونديشنز لنوعين يا نشامة. أول نوع حكينا عنه الكونفيرجنس تيرمينيشن كونديشنز. وقلنا الكونفيرجنس تيرمينيشن كونديشن اللي هو اول واحد هذا كونفيرجنس، والثاني كونفيرجنس، والثالث سميناه في الشابتر الماضي بروبلم سبيسيفيك. قلت لكم راح يمر معنا في الشابتر اللي بعديه. وقلنا لك اخر هذا اخر واحد سميناه دايفيرجنس تيرمينيشن كونديشن، زي ما حكيت حتى يمنع انه ندخل بانفينيت لوب ان الكمبيوتر تبعنا يعلق. بالتالي اول ثلاثه كونفيرجنس تيرمينيشن كونديشنز، والرابع divergence termination condition حتى ما ندخل بالحيط. واضح هنا شامة؟ طيب هسا الابسلون تي اذا بدي استخدم اول واحد شو الشرط تبعي؟ اذا بدي استخدم اول واحد شو الشرط تبعي؟ طيب هسا هنا شامة هذا ابسلون تي يعني الريلاتيف بيرسنتج ترو ايرور. بالتالي هذا اول واحد عاد استخدمه لازم تكون الترو سوليوشن او الاكزاكت سوليوشن موجود. وبالتالي هذا شرطه انه يكون عندك معلومات عن الاكزاكت سوليوشن. بينما الثاني وي كان اولويز ابلاي ات عشان هذا بيعتمد على الايتريشن ريزلتس، ما بيعتمد على الترو. هي هون بيعتمد على الترو اول واحد، بينما هذا بيعتمد على الايتريتيف ريزلتس كرنت والبريفيوس. وهذا الثالث يا نشامة بنقدر always نستخدمه. أوكي نشامة. والرابع بنقدر always نستخدمه يا نشامة. وبالتالي هذا ما ناقشناه. شو هو يا نشامة هذا اللي هو problem specific؟ problem specific يا نشامة مش إحنا في root finding algorithms قاعدين بندور على f of x is equal to zero. شو قيمة ال x اللي بتخلي لي ال f zero صح؟ إذا أنا وصلت لـ value of f for certain x that is exactly equal zero، شو يعني؟ يعني أنا وصلت للـ exact solution صح؟ ماشيين مع الشباب ولا لا؟ إذا أنا أوجدت x value for which الـ f تبعتها is equal exactly zero معناته أنا واقف فوق الـ exact solution. طيب أنا يا نشامة كونه iterative methods اللي راح نناقشهم مش شرط اوقف عند الزيرو،
ممكن الابسوليوت فاليو للفانكشن بهمنيش الساين، اجي اقول اذا قيمه الفانكشن عند اي اكس اثناء الايتريتيف بروسيس اقل من سيرتن ابسلون ابسلون 3. اوكي نشامه، معناته كل ما قلنا لنا الابسلون تبعتنا هاي، هل احنا بالنيبر هود تبع الروت؟ شو رايكم يا شباب؟ كل ما قلت الابسلون 3 هاي احنا ايديالي او بالوضع المثالي قاعدين بندور بنقارن قيمه الفانكشن مع الزيرو، هذا الهدف تبعنا هون، بس ثيوريتيكالي ممكن ما نحصلها او براكتيكالي سوري. بالتالي انا بحط ثريشولد معين 10 to the power minus 6 minus 9 minus 12 minus 15 بناء على الاكيرسي اللي بدي اياها. كل ما قلت قيمه الابسلون هاي معناته انا هل قربت اكثر للاكزاكت فاليو ولا لا يا نشامه؟ شو رايك؟ دكتور بنقرب اكثر للاكزاكت فاليو اللي هي ايوه، عشانه اكشولي انا شو قاعد بدور؟ قاعد بدور على قيمه الاكس اللي الفانكشن عندها زيرو. بالتالي لو محل الزيرو حطينا 10 to the power minus 15 هل هي قريبه كثير من الصفر؟ دكتور بالتالي هاي هي حاله من الحالات اللي بتمر معنا الثيرد كونفيرجنس سبيد اللي مر معنا في الشابتر الماضي اللي سميناه بروبلم سبيسيفيك كونفيرجنس سبيد. طيب هسه يا نشامة خلينا نبلش في البراكتنج ميثودز. البراكتنج ميثودز قلنا تستغل القاعده او الفاكت اللي ايش؟ اللي في عندي الفانكشن بغير الساين حوالي الروت، وهي بتتطلب تو انيشال جيسز اللي بيعمل البراكتنج للروت. والبراكتنج ميثودز تتالف من الخطوات التاليه. اول شيء بدنا نحدد انيشال انترفال اكس ال واكس يو اللي يكون في عندها ساين تشينج، بعدين بنعمل ديفايدنج للانيشال انترفال انتو تو سب انترفالز، وبعدين بنعمل سيرش للسب انترفال اللي فيها ايش؟ اللي فيها ساين تشينج، وبعدين بظني اعيد وازيد بستبس 2 و 3 اللي هي هاي وهاي حتى اوصل للترمينيشن كونديشن اللي بدي اياه. واز وي موف in the iterative process the resulting sub interval هل راح ال width يصير اصغر واصغر زي ما حكيت قبل شوي؟ راح تضل تظهر. ايش؟ راح تضل تظهر. As we proceed in the iterative process هل انا قاعد بصغر ال interval width ولا لا يا نشامه؟ نعم. نعم، وبالتالي يا نشامه هذا هو المبدا تبعك الايتري اللي هي البراكتنج ميثودز. اشهر طريقه في البراكتنج ميثودز اسمها البايسكشن. البايسكشن اوكي نشامه، اذا افترضنا انه الفانكشن اللي عندي ريال كونتينوس ومعرف على الانترفال اكس ال واكس يو، وزي ما حكينا الشرط اللي عندي انه اف اوف اكس ال واف اوف اكس يو فيها ساين تشينج، يعني براكتنج ذا روتس. كيف يعني الساين تشينج ماثيماتيكالي؟ يعني f of x ال في f of x u اقل من الصفر. اذا كان الحكي هذا مظبوط معناته بقول لك there is at least one real root بالانترفال هاي، صح؟ ممكن يكون more than one root، بس احنا مهتمين زي ما حكينا هون انه نوجد ايش؟ only one real root. طيب يا نشامة إذا كان عندي في more than one root، هون بقول لك there is at least one real root. إذا كان عندي more than one real root شو العدد تبع الريال روتس أو النيتشر تبع العدد تبع الريال روتس اللي لازم نلاقيه؟ واضح السؤال؟ هل في لعدد الريال روتس اللي راح الاقيها اي طبيعه؟ يعني اذا جيت قلت 2
2 ريال روتس، 3 ريال روتس، 4 ريال روتس، 5، اجي احط اي راندوم. هل في عندي شيء بحددني بالنيتشر تبع الريال روتس عددها؟ مش عارف، ممكن الاكبر قوه في المعادله تكون هي اللي لا، من ايش دخل هون بالاي؟ انا بحكي كاعداد، اوكي نشام، بناء على ايش؟ بناء على انا هون قلت اتليست 1 ريال روت. انا هون ضامن انه انا حاشر ضمن الانترفال تبعتي اكس ال واكس يو اتليست 1 ريال روت اتليست. طيب هل في عندي اي محددات على طبيعة أعداد الروتس من القاعدة هاي بغض النظر عن اللي هي الفانكشن الأوردر تبعته؟ يعني لو جيت قلت لك في عندي ساين تشينج، أوكي نشامة، وفي عندي احتمالية أنه يطلع عندي بناء على الساين تشينج هاي احتمالية يطلع عندي تو ريال روتس، ترو أور فولس؟ فولس. ليش؟ هسا يمكن عشان اطلع تو روتس لازم يكون ما في ساين تشينج. هسا الساين تشينج هي كانت الاساس انه يطلع عندي 1 روت، واقدر استخدم الطريقه هاي اللي اني اسوي تقسيم. طيب فهمني، بدي عباره عن تقنعني انه عباره عن، طب شو الشرط اللي لازم يكون موجود اذا الشرط هذا تحقق؟ يعني إذا عبارة عن كان في عندي ساين تشينج هاي أول اللي هي الأوبوزيت ساينز ضمن الانترفال هاي، هل في أي تحديد على هاو ماني ريال روتس آر كونتيند كطبيعة؟ كطبيعة بحكي يعني كنيتشر، أوكي نشامة. يعني أنا لو قلت النمبر أوف ريال روتس 2 بصير ولا لا؟ النمبر أوف ريال روتس 3 بصير ولا لا؟ هل في تحديدات على طبيعة عدد الريال روتس؟ حك مخك دكتور. مش حكينا في البداية انه لازم ما يكون غير ريال روت؟ لانه انا بقول لك عندي، انا معك بس انا قاعد بطلع بفكر اوت اوف ذا بوكس، اوت اوف ذا بوكس. اوكي، اذا انا حققت الساين تشينج هل في اي طبيعة على اعداد الريال روتس اللي ممكن اكون حصرتها او حشرتها؟ تفضل يا شهد. دكتور هسا انا بكون اول شيء ماخذ انترفال كبيره، بعدين بصير اضيقها، ممكن بالاول يكون في اوبوزيت ساين، بعديها يصيروا الساينز زي بعض، بعدين يرجع عندي اوبوزيت ساين، فبعرف انه انا مريت باكثر من. خليكي معي، اذا كان في عندي اوبوزيت ساينز في البدايه، اذا كان في عندي اوبوزيت ساينز في البدايه وانا شغال صح، دائما لازم احقق مين؟ لازم احقق الساين تشينج ستيل. اوكي، بالتالي يا نشامه هون اعداد الريال روتس اذا كانت مور ذان ات شود بي اود، ات شود بي اود نمبر اوف ريال روتس، يعني مسموح يكون واحد او ثلاثه مثلا على سبيل المثال او خمسه ان جنرال، بس ما بتلاقي عدد الريال روتس قديش ايفن، عشانه كل ريال روت يعني ايش يا نشامه؟ يعني في عندي ساين تشينج. اذا كان عدد الريال روتس 2 معناه في عندي انتقلت من بوزيتيف لنيجاتيف، بعدين رجعت من نيجاتيف لوين؟ لبوزيتيف، وبالتالي صار عندي ما في ساين تشينج، صح؟ صحيح. واذا كان عندي اربعه صار الترانزيشن تو بوزيتيف نيجاتيف، تو نيجاتيف بوزيتيف، وبالتالي نشامه تو بوزيتيف نيجاتيف، وبالتالي صار عندي دائما النمبر اوف ساين، ما في عندي ساين تشينج اذا كان عندي ايفن، صح ولا لا يا نشامه؟ وبالتالي التحديد اللي عندي انه اذا تحقق هذا الشرط ساين تشينج وكان عندي مور ذان 1 ريال روت، معناته يا نشامه الريال روتس هاي كاعداد لازم تكون odd number of real roots. وضحت القاعدة؟ even ممنوع، عشان كل real root بعطيني transition من positive لنيجاتيف أو من نيجاتيف لبوزيتيف، صح؟
وبالتالي عد اذا كان ايفن معناته انه انتقلت فرضا بلشنا في البوزيتيف من بوزيتيف لنيجاتيف وبعدين انتقلت من نيجاتيف لايه لبوزيتيف بالتالي بلشت بوزيتيف وانتهيت بوزيتيف معناته هل في عندي ساين تشينج على الانيشال انترفال اللي بلشت فيها ما في عندي بالتالي اذا هون كان عندي ساين تشينج تحقق بيكون دائما اعداد الروت اتليست اللي هي بيكون النيتشر تبعها سوري اللي هي اود نمبر اوف ريال روتس. طيب البايسكشن ميثود يا نشامه او اقول لكم المحاضره ضايل لها دقيقه وهون بوقف اي سؤال يا شباب اي سؤال يا نشامه اي سؤال اوكي نوقف التسجيل